القرآني الذي تنظمه هذه الجمعية المباركة جاء في هذه النسخة تحت شعار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، جاء على صيغة أمسية قرآنية استضافت ثلة من قراء المملكة الذين شاركوا ومثلوا وتوجوا بجوائز وطنية وعالمية خارج البلاد. هذه النسخة جاءت بعد يعني سنتين من البعد عن هذه المهرجانات القرآنية بسبب الجائحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خيرا وفاتحة خير للقادم من المهرجانات والملتقيات إن شاء الله. جاءت مشاركتي ككل سنتين بآيات بينات من الذكر الحكيم، شاكرين الله عز وجل على هذه الأجواء التي توفرها هذه المنطقة وهذه الجمعية، شاكرين للسلطات على يعني على سعيها دائما وحرصها على تنظيم هذه المهرجانات في سبل عادية وإجراءات الحمد لله يعني حريصين على يعني على تنظيم هذه المهرجانات في صياغ جيد. الأستاذ عبد الله والحيق إدارة المهرجان القرآني لإقليم شتوكا إتباها. في إطار أنشطتها السنوية تنظم إدارة المهرجان القرآني شتوكا إتباها أمسية قرآنية وكذلك احتفاء بشهر رمضان الأبرك تحت شعار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وتأتي هذه الأمسية افتتاحا لأنشطة الإدارة المهرجان بعد أن كانت توقفت في الدورة العاشرة، وإن شاء الله لنا عودة مع ضيوف المهرجان وشركائنا وداعمينا. ولقد استضفنا في هذه الأمسية قراء من داخل الوطن من كسيدي محمد عيط الحسنوعلي، ومن خارج أرض الوطن القارئ صلاح الدين المتعبد.
وبهذه المناسبة يسرنا في إدارة المهرجان القرآني أن نتوجه بجزيل الشكر لشركائنا في التنظيم ولشركائنا في الدعم وكذلك لضيوفنا على حضورهم لدينا، كما لا ننسى رجال الإعلام والصحافة على تغطيتهم المتميزة وحضورهم المتميز لفعاليات هذه الأمسية. بسم الله الرحمن الرحيم. جد سعيد بحضور هذه الأمسية الرمضانية القرآنية بمناسبة شهر رمضان الأبرك، فالتي اتخذت له تحت شعار قول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتخللت هذه الأمسية عدة قراءات للمقرئين داخل وخارج المغرب، كما تخللتها بأمداح نبوية. فالأمسية التي استمتعنا بها كثيرا والتي تدخل في هذا الشهر الفضيل، شهر الغفران، شهر الرحمة، وشهر العتق من النار. بالناس بمسجد الفاروق والذي يعتبر أكبر مساجد مدينة إسن، حيث يصلي أزيد من 5000 مصلي ومصلية، حاصل على التزكية المعروفة كتزكية القرآن والإمامة والخطابة، بالإضافة إلى إجازة بسند متصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني، وواحدة في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. بطبيعة الحال شارك في العديد من المسابقات الدولية والمحلية، وفاز بالرتبة الأولى في مسابقة مزمار المغرب، وعدة مشاركات كما قلت وطنية ودولية، من بينها جائزة العثمان، جائزة القارئ العالمي. السلام عليكم ورحمة الله. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر في هذه الأمسية الرمضانية المباركة. كانت أمسية الحمد لله مميزة بحضورها النوعي، مميزة بمشاركتها وبالتقنية التي استعملنا هذه السنة في التغطية، فبعض القراء كانوا حاضرين معنا في مدينة بيوغرا، بعضهم من أكادير، قارئ من وجدة وقارئ من ألمانيا. الحمد لله التقنية أمر النقل بشكل جيد وسلس، فالشكر للمشاركين، الشكر للحضور، شكر أيضا لرجال الصحافة والإعلام، شكر للداعمين والمحسنين الذين وقفوا وراء هذه الأمسية من أجل نجاحها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.